وبالإجراءات اللي تم اتخاذها واللي أعلن عنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شايفينها ازاي؟ ابتدي معاك يا جيهان. الطوارئ، طوارئ ايه، طبعا، ايه تاني؟ إيه عموما يعني حضرتك تقصدي ايه تاني غير الطوارئ؟ مبدئيا طبعا الطوارئ، قانون الطوارئ الطوارئ وامسكوا. والمجلس الأعلى النهارده تم تشكيله، المجلس الأعلى للإعلام وكل طب خليني اتكلم عن المجلس الأعلى للإعلام الأول، لأنه ماشي، خلينا نتكلم الأول، ده محمسني يخصنا ويمسنا. محمسني قوي، محمسني، خصوصا في الأهرام اللي بيبان فيها جدا التغيير. أولا احنا منتظرين التغيير ده من زمان جدا جدا، وتصور ان يعني هو اتأخر بس كويس لو جه، يعني يا ريت يجي. يعني انا عايزه اقول لك ان ده حديث الساعه في الاوساط الاعلاميه وفي الجرايد الكبيره وفي الاهرام بالخصوص من شهور طويله، وكل يوم بنتصور ان بكره او بعده هيحصل تغيير عشان يحصل تطوير. الاعلام بالذات، الاعلام في الصحف القوميه لازم يتكلم بلغه متطوره وجديده وبتوصل للناس افضل من كده كتير. بالتالي احنا عندنا امل كبير ان يحصل تغيير في اتجاه افضل، يخلي عندنا ميزانيه احسن، نمره واحد ميزانيه احسن. الميزانيه الاقوى دي هتخلي الجورنال القوي يعرف يعمل، يعني يعمل تحرير جيد، اللي هو المنتج بتاعه، المنتج التحرير ده اللي هو بنقول عليه ايه، اللي هو حضرتك راضي الماده على الاداء الصحفيه. الاعلامي؟ الاداء الاعلامي ده كبير قوي، يعني في الجرايد والتلفزيون وماسبير في والقنوات؟ المنبر، لا خالص. شايفه حضرتك المشكله فين؟ المشكله ان مفيش كبير للقعده دي. عارفه اقول لك القعده دي ملهاش كبير، العيله دي ملهاش كبير، العيله دي ملهاش كبير. يعني يعني احنا عملنا فكرة خطوه، إلغاء وزارة الإعلام دي ما كانتش فكرة سديدة قوي. انا مش في مسبيره يعني، وبالتالي وزاره الاعلام مش تاثيرها كبير عليا لا انا، أنا عندي بتكلم بوجهة نظرك عموما. لا، ما انا هقول لحضرتك برضه من وجهه نظري خصوصا كصحفيه، انا كان احساسي بنقابه الصحفيين اكتر. يعني كنت عايزه اعمل خطوه اصلاحيه في نقابه الصحفيين وتغيير في نقابه الصحفيين، ده بيأثر عليا اكتر كصحفيه. ممكن حد في التلفزيون يشوف ان مسبيره او وزاره الاعلام ياثر، وزير الاعلام ياثر عليه، لكن هو وزير الاعلام ما كانش بياثر عليا في حاجه، او مش بشكل يعني كبير يعني. بالتالي انا شايفه ان احنا عملنا خطوه جيده جدا في نقابه الصحفيين، عملنا تغيير ايجابي من وجهه نظري انا، ومن وجهه نظر اغلب الصحفيين، لان هم اللي انتخبوا نفس النقيب اللي موجود دلوقتي. فاحنا عملنا خطوه جيده. الخطوة دي لو حصلت تغييرات صحفية دلوقتي، يعني أتصور إنها ضرورية جدا، والدولة اتأخرت فيها جدا، وكانت الدولة المفروض تسرع فيها قبل ما نوصل لمشكلة، والمشكلة تجيب الطوارئ والطوارئ تجيب التغيير السريع. بس يعني لو جت في الإطار ده مش بطال، بس رب يكون في أسماء كويسة مبشرة يا رب. لأن ده الصحافة دي مش شأن خاص، يعني مش بتأثر بيها الصحفيين والإعلاميين والمذيعات وكده، بتأثر بيها المجتمع. أنت بتفتحي الجورنال أو بتفتحي التلفزيون، الكلمات نفسها بتقعدي بتلصق تشكيلي الوعي الجمعي عامة في مصر. بالظبط، بيبقى في العقل الواعي واللاواعي بتاعك خلاص، بتتعرفي على العالم كده. وبعدين لو صدقتيه ومشيتي وراه أدي موضوع، إذا ما صدقتيهوش وما مشيتيش وراه ومشيتي ورا الفيسبوك او بقى القنوات موضوع الاجنبيه، أكبر. ده موضوع تاني. ففكره انت بتستوعبي ازاي يعني مشكله تيران وصنافير والتظاهر والناس اللي دخلت السجن؟ ما ده لان ما فيش لغه اعلاميه، ما حدش كلمهم، لا قال لهم صح ولا قال لهم غلط، ولا حطوا وجهتين النظر حتى للتداول. الاعلام ده مؤثر جدا، مؤثر على الارض، مش رفاهيه، طبعا مش رفاهية، بيأثر على الحياة اليومية بتاعت بقى. الناس. ممكن يقنعك بقضية، يعني ممكن تستحملي ارتفاع الأسعار نفترض، يعني لأنك اقتنعتي إن في حاجة مهمة احنا بنعملها عشان كده بنعلي الأسعار، وممكن ما تقدريش تستحملي أي حاجة لأنك مش مقتنعة، ما فيش فكرة، ما فيش حد سوق لك فكرة، ما فيش حد أقنعك بموضوع. ده سلاح ذو حدين. الإعلام مهم جدا لأي قيادة سياسية في أي بلد في أي عصر. طبعا. وفكره ان انت تنسيه وتقولي انا عندي اولويات وما يبقاش هو من اولوياتك، دي فكره خطيره جدا. فانا شايفه ان جزء من رد الفعل الايجابي جدا لفكره الطوارئ، وان احنا بنعمل حاجه يعني اصلاح سريع جدا وحاسم، ان احنا نعمل تغييرات اعلاميه سريعه. استاذ